زينب بيعتبر العيد فرصة للتواصل بين الناس ونشر قيم التسامح والود وصلة الأرحام وتخفيف الآلام عن الناس وأيضا مواساة الفقراء والمساكين وإدخال السرور لنفوسهم. أكيد اليوم عم يحتفل السوريين بأول أيام عيد الأضحى المبارك للإضاءة أكثر على قيم العيد واعتباره بوابة نحو حياة جديدة. رح تكون معنا ضيفنا دكتورة رندا رزق الله، دكتورة بعلم النفس وعضو هيئة تدريسية بجامعة دمشق، معالجة نفسية أضحى مبارك. وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وشعبنا السوري بخير ورئيسنا وجيشنا بألف ألف خير، والحمد لله انه هي اول عيد نحن مبسوطين بانتصارات مهمه حققناها. اكيد اهلا وسهلا فيكي واضحى مبارك. بدايه دكتوره خلينا نحكي عن القيم الروحيه بعيد الاضحى المبارك. الاعياد الدينيه كثير مهمه لانه هي بتجمع الناس حول رموز موحده بيناتهم، بتعني لهم كثير باللاوعي الجمعي للمجتمع، لها صدى كثير مهم. لذلك العيد برموزه البسيطه اللي ممكن حدا تاني ما يفهمها شو دلالاتها، شو معانيها العميقه او شو معانيها بلاوعينا، لانه نحن من الطفوله متعودين على هي الرموز. دلالة العيد، لمة العيد، جمعة العيد، الفرح بالعيد، يعني العيد هو فرح بالحقيقة. لنمارس معا طقوس وشعائر مشتركة إلها رمزية ودلالة عنا منحبها وبتعنينا كتير، وهي بالنسبة لنا هي الآخر الكبير يلي بيحتوينا، هي البوتقة اللي بتحتوي عواطفنا وانفعالاتنا وأحاسيسنا يلي بتجمعنا مع بعض. أكيد دكتورة، بين الماضي والحاضر تغيرت كتير من هي القيم اللي كنا نحتفل فيها بالعيد بسبب دخول التكنولوجيا، بسبب بعض الناس عن بعضهم، بسبب يمكن الأزمات اللي عم تصير بالعالم. فتحكي لنا عن كيف منقرب الناس من بعضهم، تكون الأواصر الاجتماعية أكثر وخاصة عبر وجود وسائل التواصل الاجتماعي الكثيرة اللي فقدت شوي من قيمة العيد والزيارات اللي كنا متعودين عليها. هلا بالحقيقة التواصل الاجتماعي كثير مهم للإنسان. نحن دائما بنقول إنه هو مهم. ليش نحن بنقول مهم التواصل الاجتماعي؟ لأنه الآخر، وجود الآخر بحياتنا بيعطينا سعادة، والشراكة الحقيقية بالمجتمع هي اللي بتمنح السعادة وليس أشياء أخرى. فيني أعطي هيك ملخص دراسة عملوها بجامعة هارفارد مؤخرا، طلعت نتائجها. صار لهم 75 سنة عم يعملوا دراسة على طلاب دخلوا الجامعة وتابعوهم خلال مسيرة حياتهم ل 75 سنة، وشافوا القيم عند هدول الطلاب وقت كانوا طلاب أول ما فاتوا على الجامعة حتى سن متأخرة، يعني حتى الآن. فلاحظوا أنه تقييمهم للحياة ولمفهوم السعادة مختلف. فكان بالأول السعادة هي المال بالنسبة لهم، 80% قالوا نحن الثروة، بكون أنا سعيد إذا كان عندي ثروة، وبكون سعيد إذا كنت مشهور. 20% منهم قالوا أنه السعادة هي الشهرة، و 80% قالوا السعادة هي المال. بعد 75 سنة اختلفت القيم تماماً ولقوا بأنه لا، السعادة الحقيقية هي بالمشاركة، بوجود شريك حقيقي، بوجود شريك محب مساند لنا. والشريك يبدأ من شريك بالكابل بالزوجين، إلى الشريك بالعائلة، إلى الشريك بالحارة، بالبلد، بالبيئة، بالمجتمع، بالعالم ككل. فهي الشراكة، نحن شركاء بهاي الأرض، بهاي الحياة، وهي الشراكة بدها تكون داعمة، ما بدها تكون مدمرة. لذلك أنا بحاجة لآخر، لذلك أنا بحاجة لأني أتواصل مع الآخر. لأنه كتير منقول لشبابنا والصبايا لأنه انه تواصلوا اجتماعيا، اطلعوا من هذا الواتساب والفيسبوك وهي القصص، نحن بحاجه لتواصل حقيقي فعلي. فهنا بيستغربوا انه شو هذا، شو راح استفيد، انا عم بستمتع هيك اكثر. اوكي هلا عم تستمتع اكثر، بس هي حقيقه انت بحاجه لدعم انساني اجتماعي بالحياه.
لذلك الاختلاف معنا هالقيم هاي اختلافها بالأجيال منحس فيها لما منكبر، منحس انه نحن بحاجة لشريك. صحيح. بالنهاية منا بحاجة اكتر لمصاري ولا شهرة ولا سيارة ولا ما بعرف شو، هي كلها اوكي هي كماليات، ولكن الحاجة الاساسية وجود حدا حقيقي بحياتك تقدري تكوني يكون سند ويكون شريك حقيقي، وهذا الشريك يبدأ من الزوج أو الزوجة إلى الأبناء إلى الأهل إلى نحن كيف منكون داعمين لأهلنا، علاقتنا بأرضنا، علاقتنا بوطننا. هلا هذا الشيء بيعيشه كتير يلي سافروا اللي تهجروا وتغربوا بيحسوا بهذا الألم. نحن هون كتير منقول طيب سافرت وانت عم تشوف مناظر طبيعية حلوة وانت عم تاخد معونات وعم تتقدم لك أخذت بيت جاهز أخذت أشياء ما في حياة اجتماعية أوكي كل هذا بيقول لك إيه حلو، بس أنا عم عيش اكتئاب. يعني بنستغرب أنا بيجيني على التليفون حالات ناس عم تستشيرني باكتئاب من برات البلد من أمريكا من ألمانيا من أستراليا، بيستغربوا أنه هدول طيب يعني عم يتفزلكوا عم يكذبوا شو عم يعملوا، أنه لا في ألم حقيقي لأنه الإنسان لو توفر له كل شيء بس هو ما بيقدر يعيش منفصل أو معزول أو مفصوم عن مجتمعه، وخصوصي إذا كان في مجتمع مختلف كان بمجتمع معين في مندمج بهذا المجتمع وطلع على برا فهذا بيسبب حالة اكتئاب. طبعا أكيد سالي مو بس إنه مجتمع مختلف، جوز يكون يروح على مجتمع عربي بس هو هون بيئته وطنه الهوية هوية الانتماء كتير مهمة للشخص، ونقول في دوائر الانتماء اللي بتبدأ بالأنا. أنا ما بقدر أعيش لحالي، أنا في كتير ناس بيدوروا بيتمحوروا حول الأنا، أنا بيتي سيارتي مصرياتي ولادي وخلص بس هدول يكونوا مناح والباقي ما دخلني. هذا ما بيكفي، هذا ما بيعطي سعادة، بالنهاية بشوف حاله معزول، بالنهاية بشوف حاله وحيد، بالنهاية بشوف حاله منفصل، يعني يوصل لدرجة الانفصام لدرجة انفصام الشخصي عن هاي البيئة، هاي بصير غريبة عنا بحسها غريبة، وهذا بيعمل له اكتئاب لأنه كتير سهل يقع بالاكتئاب وما في مين يدعمه. نحن المجتمع السوري المجتمع البيئة الشرقية بتدعم بالاكتئاب، داعمة للأشخاص بالاكتئاب بالأمراض النفسية بالصعوبات النفسية بالمشاكل الإشكاليات اللي بيعيشها الإنسان بشكل عام، فلذلك ضروري أنا أتواصل مع الآخر، والآخر ممكن يكون مختلف عني بشوي وممكن يكون مختلف عني كتير ممكن يكون عكسي، بس أنا مجبورة أني أتعايش معه ولازم أتعايش معه لحتى أحقق سعادة. أكيد دكتورة، كمان العيد بيحمل قيم التسامح والغفران، كمان كيف في الناس تتخلص من المشاعر السلبية وتعيش هاي المشاعر الإيجابية التسامح والغفران والسلام الداخلي؟ هلا هذا موضوع شوي صعب لما بتطلبي من الناس عندهم مثلا صار أحقاد بقلبهم، صار في تراكمات كتير غضب حقد، تطلبي منهم تسامحوا، هنا ما بيفهموا شو يعني تسامحوا، شو معنات أنا سامح الآخر وليش بدي سامحه؟ بدي سامحه أن أول شيء لحقق الشراكة الداعمة، لحقق مع الآخر عيش بمجتمع سليم يعني فيه سعادة يعني مزدهر يعني فيه راحة فيه تكافؤ فرص فيه عدالة اجتماعية، لحتى عيش بهذا المجتمع لازم سامح الآخر، ما فيني ضل حاقدة عليه وعايشة معه. يعني الأحقاد ما حدا بيبني مجتمع من الأحقاد، بيبني مجتمع من الحب من المشاركة من الدعم. فهون منقول إنه لما نطلب المسامحة لازم يكون في حوار، الحوار بيودي لمسامحة، بس كيف يودي لمسامحة؟ لما منرمز الأشياء، يعني أنا حقي عندك أنت بتعطيني إياه بشكل رمزي، فلما بتعطيني حقي بشكل رمزي بتعترفي بحقي بتعترفي بنتبادل الاعترافات نتبادل انه نحن غلطنا بحق بعض بنتسامح هيك بنتسامح. بس ما مو بكلام، هو مو بس انه انا سامحتك وخلص، بس جوات قلبي انا ماني مسامح. احنا بيقولوا العفو عند المقدرة دكتورة، يعني انه لما الواحد بيقدر بيحس حاله انه من جوا عنده سلام داخلي ممكن يسامح. ايه بس نحن بدنا نقدر، يعني نحن لازم نتفش الامور لنقدر، ما فينا نضل نترك حالنا مرتاحين لنقدر.
العفو عند المقدرة. لا ما فينا هيك. يمكن الأحقاد والغلية اللي بالقلب بيتعب صاحبه أكثر ما أنه يتعب يلي حواليه. قديش الإنسان بده يكون متصالح مع نفسه ومتسامح مع نفسه ليقدر يكون متسامح مع الآخرين. كتير حلو هالكلام سالي، لأنه بيودينا لأنه جاك لاكان من المحللين النفسيين بيقول أنا هو الآخر، فالآخر هو مرآة لي. وقت اللي بحب حالي بحب الآخر، وقت بحب الآخر بحب حالي. ما فيني أكره العالم كله وكون أنا حابة حالي، كون متصالحة مع حالي. في هون توازن، في هون معادلة كتير حساسة وكتير مهمة الناس ما بينتبهوا لها، إنه أنت إذا كرهت اللي حواليك، أنت إذا دمرت اللي حواليك، أنت رح تنأذى، أنت رح تتدمر. هذا الانعكاس إجباري بده يصير. قالوا الفلاسفة من زمان، أفلاطون و وسقراط بجمهورية بالمدينة الفاضلة حكوا كتير عن هذا الموضوع. أنا والآخر كيف بدي أتعايش معه؟ كيف بدي يكون سعادتي من سعادة الآخر وسعادة الآخر من سعادتي؟ بيقولوا لما جارك بخير أنت بخير، فهذا الشيء لا يمكن أنه اثنين يختلفوا عنه. بس في بالحقيقة نتيجة النظرة الأنانية أنه أنا وبس، أنا ومن بعد الطوفان، بتخليه يفكر انه لا انا بدمر اللي حواليه بقوم انا بقدر كون مزبوط، كون منيح، كون عيش بسعادة. ابدا ما بتعيش بسعادة لو كان عندك متوفر لك كل شيء. فانت حتى تكون سعيد الاخر بده يكون سعيد، وانت بدك تساعد. ليش انا بساعد كتير العالم؟ انه بساعد كتير صبايا وشباب انه لا، بنشجعهم، انتوا مناح، انتوا قوايا، بتقدروا، لازم تساووا، لازم تشتغلوا، لازم تتميزوا، لازم تنجحوا. ما بدمرهم بقول لهم لا انتم ما لحتى انا ابرز مثلا. هذا الشيء مثال بسيط يعني بنعطيه. فانا هو الاخر والاخر هو انا، وانا الشخص يعني ذات الشخص هو عم بتعامل مع حالي كاخر، عم بتعامل مع افكاري، عم بتعامل مع رغباتي، عم بتعامل مع صعوبات عندي، كمان عم بتعامل مع الاخر كاخر. لذلك بيقول جاك لاكان انه انا هو اخر صغير والاخر هو اخر كبير، فنحن اثنيننا آخر يعني. لذلك هو مرآتي، وهالمرآة ممكن تكون عكسي، فأنا بدي أتشارك معه. هو مرآتي ولكن ممكن يكون عكسي كمان، بس أنا موجودة بالشراكة معه بالمجتمع لحتى أعيش سعيدة. لذلك هي قبول الآخر، منقول تسامح مع الآخر، هذا الشيء ضروري، مو هو بس مجرد شعارات، لأنه كتير بيطلع بالإعلام وبنحكي التسامح والمشاركة والتقبل الاختلاف، تقبل الآخر، وبيعتقدوا تقبل الاختلاف، تقبل الآخر هو الذوبان بالآخر. لا، تقبل الآخر أنت موجود وأنا موجود، والمسافة بيناتنا هي تشاركية، هي تفاعلية، هي فيها مساواة ومحبة. نعم دكتورة رندا، يمكن نحن كنا عم نحكي عن الأواصر الاجتماعية اللي كانت من زمان، لما كان وفد شعبي أو وفد من العائلة يطلعوا يصالحوا بين اثنين متخاصمين خصام عادي. إن شاء الله بترجع هالقصص الحلوة اللي كانت من زمان. وهلأ يمكن عم نعيشها مرة تانية. بدنا نتشكر وجودك معنا وكل المعلومات اللي عطيتينا إياها. تشكرك زينب، تشكرك سالي، وشكر الإخبارية السورية وكل فريق العمل. يعطيكم العافية وكل عام وانتم بخير. ألف سهلا فيك دكتورة. أما هلأ صار وقت لننتقل لزميلتي بغرفة الأخبار علا أبو خضر لتعرفنا على آخر المستجدات السياسية بسوريا والعالم. يسعد صباحك علا وكل عام وانت بخير. يسعد صباحك سالي وانتم بألف خير.